وبرحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي هستعرض معاكم قراءة سريعة لأهم ما نشرته الصحف والمواقع وأيضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة اللي فاتت. بنبتدي مع بعض كالمعتاد بأكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الإخبارية المصرية اليوم. في أول إطلالة مباشرة لي بعد يومين داميين في لبنان، وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الهجمات الإسرائيلية اللي حصلت في لبنان بإعلان حرب وإبادة جماعية، وقال تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان. نصر الله ختم كلامه بأن العدو سيواجه حساب عسير وقصاص عادل، وهذه المعركة الجديدة ستتطلب تغيير الأسلوب. مهم كمان نوضح أن نصر الله لم يكشف عن موعد وتوقيت ومكان الرد، وقال موعده سنحتفظ به إلى أنفسنا وداخل الدائرة الضيقة، فنحن في المعركة الأكثر دقة وحساسية. من أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الإلكترونية هو التصريحات اللي قالها المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء نقلا عن قرارات ومناقشات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي كلها الحقيقة تصريحات خاصة بالدعم. الحمصاني قال فاتورة الدعم أصبحت كبيرة جدا ووصلت لمرحلة تستوجب إعادة التوازن. يعني مثلا عن أنابيب البوتاجاز قال الحمصاني أن الدولة بتستهلك 280 مليون أنبوبة سنويا، وكانت بتدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويا. ووضح الحمصاني أن تكلفة الأنبوبة الواحدة بتصل ل 340 جنيه، وفي نفس الوقت بتتباع للمواطن ب 100 جنيه بس، وده معناه أن الدولة بتدعمها ب 240 جنيه، وبالتالي الاستمرار بالوضع ده هو أمر بالغ الصعوبة، وده بيفسر قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك الأسعار. خرجت مظاهرات في مدن إسرائيلية عدة، أبرزها كانت مظاهرة في قلب تل أبيب، وده للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة حماس، والمطلب الأساسي للمتظاهرين هو إقالة حكومة بنيامين نتنياهو. وعلى خلفية تدوينة أخيرة كتبها الرئيس الأمريكي جو بايدن على منصة إكس، حكى فيها أنه ورث أسوأ أزمة اقتصادية بتشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد الأعظم قبل 4 سنوات، وأعلن أخيرا بدأت معدلات التضخم وأسعار الفايدة في الانخفاض. وقال بايدن في نهاية التدوينة لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وسأتحدث قريبا عن عملنا لخفض التكاليف وتنمية اقتصادنا. ودلوقتي تعالوا بينا نروح لأبرز الموضوعات اللي لفتت انتباهنا على المواقع والصحف المحلية والإقليمية والعالمية، وكمان أبرز الترندات على السوشيال ميديا. الحقيقة أول خبر معانا وهو عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي اتكلم في ملف الكهرباء وقال عدة تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء أعتقد أنها بالغة الأهمية، أبرزها أنه لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى، ووفرنا 2.5 مليار دولار لضمان عدم انقطاع كهرباء في فصل الصيف. تاني حاجة اتكلم فيها وهو قال بنعمل على إدخال أكتر من 4 جيجا طاقة جديدة ومتجددة وتأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء، وقال كمان لدينا كميات كبيرة من الغاز في حقولنا ولكن نعمل على استعادة ثقة المستثمر ونجحنا في ذلك من خلال اتفاقات ثنائية. واتكلم كمان عن أن السعودية أكدت على ضرورة الإسراع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. تاني خبر معانا وهو عن المجلس القومي للمرأة اللي أعلن من خلال صفحته على الفيسبوك أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية، وده بعد رصد مكتب شكاوي المرأة لمنشورات على السوشيال ميديا بتحكي تفاصيل انتهاكات جنسية اتعرضت ليها بنات من الشيخ المشكو في حقه. الخبر اللي معانا بعد كده هو عن محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني اللي اعلن خلال مؤتمر صحفي في الوزاره ان هو هيطلق منصه تعليميه ضخمه خلال شهر من دلوقتي، والمنصه دي هتكون بديله للدروس الخصوصيه. واضاف عبد اللطيف ان المنصه التعليميه الجديده هتضم كل منصات الوزاره المرتبطه بالتعليم والشرح والمراجعات والدروس، والاشتراك فيها كمان هيكون اختياري للطلاب سواء في المدارس الحكوميه او الخاصة او الدولية، وده بدون اجبار عليها.
ولو تابعنا مع بعض هنلاقي اسم محمد رمضان بيتصدر الترند من جديد، ولكن المرة دي مش بسبب تصرفاته المثيرة للجدل دايما، ولكن بسبب تعدي ابنه على طفل آخر. وفي التفاصيل، وجهت سيدة لابن محمد رمضان اتهام بالتعدي على ابنها بالضرب، وابنها عمره 11 سنة. الست قالت انه ضربوه وهم بيلعبوا سوا وتسبب له بإصابات او بكدمات. والست كمان قالت للشرطة ان محمد رمضان كان شايف ابنه وهو بيتعدى على ابنها بالضرب، ولكن ما وقفش ابنه عن التصرف ده، والحقيقة من جهتها تولت النيابة التحقيق في الامر للتأكد من صحة الادعاءات اللي اتقالت. والحقيقة محمد رمضان معلقش خالص على الواقعة، يعني لا اكد ولا نفى، نقدر نقول تجاهل الامر تماما. تعالوا نرجع مع بعض ونشوف من احلى الذكريات في مسيرتي الفنيه، هو اصدار البومي قويني بيك من 20 سنه. ده كان كلام سميره سعيد، اغانيه ما زالت بتعيش وبتلمس قلوب الناس حتى اليوم. شاركت الفنانه سميره سعيد جمهورها على السوشيال ميديا بالكلمات دي، واحتفت بمرور 20 سنه على اصدار البومها قويني بيك، واللي بلغت عدد اغانيه 14 اغنيه، اشهرها طبعا كانت طبعا اغنيه الالبوم قويني بيك وما خلاص. ويا ترى فاكرين الألبوم ده بقى يا جماعة ولا نسيتوه؟ في مقال لافت على موقع المصري اليوم النهاردة بقلم الكاتب الصحفي حمدي رزق، بيعلق فيه على الاستهداف الإسرائيلي الأخير لحزب الله من خلال اختراق هواتف محمولة لي. المقال بعنوان تلغيم البايجر، ماذا عن المحمول؟ وبيقول فيه رزق تفخيخ بايجر حزب الله أفزع العالم بأسره، ليست خشية على أرواح قيادات الحزب وقواعده، بل لأن قواعد اللعبة تغيرت. يمكن تخفيف شعب بأسره بهاتف رخيص قديم الطراز، ويمكن التجسس على شعب بأسره بهاتف حديث تسبقه حملة ترويجية كاسحة آيفون 16 في الطريق. الحروب لم تعد تقليدية، وتقنيات التجسس والمعلوماتية حلقت بعيدا عن إمكانية السيطرة عليها. القوة الكونية بتستخدم شركات كونية للسيطرة على الكرة الكونية عبر خوارزميات شديدة التعقيد بتجعل من صبر أغورها من أعمال السحر الأسود. لا صوت يعلو فوق صوت الحرب، كاريكاتير النهارده كمان على صحيفة الشرق الأوسط بيسلط الضوء على الاستهداف الإسرائيلي لحزب الله من خلال الاختراق التقني والتجسس. وواضح أننا زي ما كنا بنقول في مقالنا النهارده أن الحروب اختلفت وأصبحت التكنولوجيا هي القائد، أو بمعنى أصح الحرب بقت بالواي فاي. في فيديو منتشر على مواقع السوشيال ميديا حبا في سلطان الطرب جورج وسوف، ولكن المرة دي مش أغنية لي ولكن مقطع من حوار قديم لي في بداياته الفنية، بيحكي فيه من منين جه لقب سلطان الطرب. تعالوا بينا نشوف.